قضايا المنطقة على طاولة مباحثات الرئيس السيسي وبوريل وسط توافق على استمرار تعزيز التعاون خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. من بنغازي، رئيس مجلس النواب يدعو البرلمان الليبي لمواصلة دوره في إطار اتفاق الصخيرات لإجراء الاستحقاقات الانتخابية. أمام مؤتمر المانحين، شكري يحذر من عواقب استمرار الصراع في السودان على المنطقة، وغوتيريش يبدي قلقه من البعد العرقي للعنف في دارفور. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السودانية. في شأن آخر، اطلع الرئيس السيسي على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما استقبل الرئيس السيسي أيضا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة. كما اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير بنك المعرفة المصري وتعزيز دوره المهم في إتاحة المعرفة العلمية لجميع المصريين، وكذا موقف إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية المتعددة في كل إقليم بهدف تحقيق طفرة تنموية وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال. كما تم أيضا تناول الجهود الجارية لإنشاء وتشغيل الجامعات الأهلية والتكنولوجية في مختلف المحافظات ومواصلة وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأفضل على مستوى العالم، بالإضافة إلى عرض جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية، مؤكداً أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وإعداده علمياً وفقاً للمعايير العالمية ذات الصلة. كما وجه السيد الرئيس بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن في ضوء ما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين من جميع الفئات والأعمار، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، إلى جانب زيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية. وقد أكد السيد الرئيس أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجاري الأول لمصر، وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.
من جانبه أشاد السيد بوريل بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا، ودورها كمحور للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر بمرحلة من الاضطراب، مما يجعل مصر شريكا استراتيجيا هاما ومقدرا للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. وقد تناول اللقاء استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. كما تطرق اللقاء إلى التنسيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، خاصة تطورات الأزمة في السودان، حيث أشاد المسؤول الأوروبي بالجهود المصرية في هذا الصدد، سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار. وتناول اللقاء كذلك مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعياً لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية وفق الثوابت والمرجعيات الدولية بشكل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى نحو يدعم الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة. كما تمت كذلك مناقشة آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي واحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمي والدول النامية خصيصاً، في ضوء التداعيات التي طالت أسواق الغذاء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف الحالي لتوافر السلع وأرصدتها الاستراتيجية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث اطلع رئيس الوزراء على موقف احتياطي القمح والسكر التمويني وأرصدة الزيت والأرز، كما اطلع على الاتفاقات التي تم عقدها مع أوغندا على توريد كميات من اللحوم الحية والمجمدة في إطار تنويع مصادر الحصول على اللحوم. كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا آخر لاستعراض التصور التنموي لتخطيط أراضي منطقة الضبعة تمهيدا لعرضه على الرئيس السيسي، حيث أكد مدبولي على الأهمية التي توليها الدولة لمحور الضبعة، حيث يعد أحد محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالي الغربي، موضحا أن تنفيذ المشروع القومي لإقامة شبكة الطرق والمحاور القومية ضمن مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر لتحقيق ودعم الاتصال بالمحاور والمناطق التنموية الواعدة. وفي إطار متابعته لعدد من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شدد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الدولة البالغ بجذب الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في مجال الطاقة النظيفة. وتم خلال الاجتماع عرض المستجدات المرتبطة بجذب الاستثمارات في مجال الطاقة والتوسع في تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمشاركة مع القطاع الخاص. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق أول روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي في الفترة الراهنة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وكذا سبل تعزيز العلاقات في مجالات الأمن والدفاع. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى توافق الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك
بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة. من جانبه أشار رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والدفاع، مشيدا بما تبذله مصر من جهود للمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي دعم مصر لسيادة واستقرار ووحدة ليبيا، وخلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الليبي في بنغازي شدد جبالي على أن مصر لم تألو جهدا لدعم مسار التسوية السياسية انطلاقا من حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم ووحدة أراضيهم. لقد دأبت مصر على التأكيد بالقول والعمل على حرصها على دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا الشقيقة، ولم تألو جهدا لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية انطلاقا من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة، ألا وهي حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم بعيدا عن الأيديولوجية أو القبلية أو المناطقية التي تدفع إلى تقسيم الدولة الليبية. ومن أهم تلك الثوابت مبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية التي تهدف إلى استعادة السلم والأمن وبناء مؤسسات الدولة الليبية من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في أقرب فرصة ممكنة. كما أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدعم الصادق للبرلمان الليبي في قيادة الحوار الليبي باعتباره سلطة المنتخبة من قبل الشعب، داعيا مجلس النواب الليبي لمواصلة دوره في إطار اتفاق السخيرات من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. لقد أتينا إليكم اليوم للتعبير عن دعمنا الصادق لكم ولدوركم في قيادة الحوار الليبي باعتباركم السلطة المنتخبة من جانب الشعب الليبي، وندعوكم والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى ضرورة مواصلة دوركما في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق السخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق. كما ندعو من خلال منبركم هذا جميع الأطراف المعنية والمنخرطة في الأزمة الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية الليبية ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة اتساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل تحقيقا للهدف المنشود وهو عودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح قدرة الشعب الليبي على حل مشكلاته، مشيرا إلى الإرادة القوية والعزيمة لإخراج البلاد من أزمتها. نحن قادرون على حل مشاكلنا، لدينا من الرجال والنساء والشباب من لديهم العزيمة والشجاعة لإخراج ليبيا من أزمتها إلى الوحدة والاتفاق وإلى آفاق أرحب وبدعم الأشقاء والأصدقاء. سيد الرئيس، في العمل السياسي والتشريعي فقد أصدر مجلس النواب التعديل 13 للإعلان الدستوري كقاعدة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشكل اللجنة 6+6 من مجلس النواب ومن مجلس الدولة لوضع مقترح قانون الانتخابات وعرضه على مجلس النواب لإصداره. سيعرض المقترح على مجلس النواب لإصداره بطريقة دقيقة وطبقا للتعديل الدستوري، وليكون معبرا عن حاجات المجتمع وتوجهاته.
هذا وتم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلسي النواب الليبي والمصري توطيدا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيزا للتعاون البرلماني بين المجلسين. كان رئيس مجلس النواب قد وصل إلى مدينة بنغازي الليبية برفقة وفد برلماني في أول زيارة له للأراضي الليبية في إطار تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين على المستويات كافة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وجغرافية ممتدة مع السودان. وأضاف شكري خلال مؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان أن مصر تؤكد تضامنها مع الشعب السوداني لتجاوز المحنة الراهنة، وحث المانحين الدوليين على تقديم المساعدات الإغاثية للسودانيين. إن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وجغرافية ممتدة مع السودان وتولي اهتماما خاصا لأمنه واستقراره باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. كما تؤكد مصر تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، ولن تلو جهدا لمساعدة الشعب السوداني وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة، إذ ألم مصر شعبا وحكومة ما يعانيه من ويلات الصراع الدائر فيه. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تولي اهتماما خاصا بأمن السودان واستقراره باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومية. وقال شكري أن مصر تواصل مساعيها لحلحلة الأزمة وإنقاذ الشعب السوداني من هذا الصراع. وستواصل مصر جهودها ومساعيها مع كافة الأطراف لوقف المواجهات والعودة إلى الحوار، ونؤكد في هذا السياق على ضرورة قيام المنظمات الدولية والإقليمية بدور بناء لحلحلة الأزمة وتوحيد الهدف وراء إنقاذ السودان وأبنائه من مغبة هذا الصراع وتغريب المصلحة العليا للسودان على أي مصالح ضيقة. كما نشدد على ضرورة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء ما وصفه بالبعد العرقي للعنف في ولاية غرب دارفور بالسودان. وخلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لدعم السودان في جنيف، قال غوتيريش إن مهاجمة المدنيين على أساس انتماءاتهم العرقية قد تصل لحد الجرائم ضد الإنسانية. أشكركم على الالتئام اليوم من أجل دعم شعب السودان. إن سرعة ونطاق تدهور والتدمير في السودان ليس له سابق. دون دعم إنساني عالمي يمكن أن يصبح السودان مرتعاً لانعدام القانون في منطقة. مئات الآلاف قتلوا وآلاف أصيبوا، وهو عدد يزداد بمرور اليوم. الأوضاع في الخرطوم ودارفور مقلق للغاية، ومناطق داخلية كثيرة ليس لديها إمدادات للماء والكهرباء. خلال هذا الصراع لا يمكن أن تعمل مؤسسات دولية. كذلك أعرب عن تقارير التي ظهرت بشأن العنف الجنسي والجنساني، الهجمات ضد المدنيين والاعتداءات على أساس عرقياتهم يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. مئات الآلاف فروا من ديارهم ساعين إلى اللجوء في البلدان المستضيفة عبر الحدود. أشكر تلك البلدان على سخائهم وأدعوهم إلى إبقاء معابرهم الحدودية مفتوحة لمن يسعون للفرار من الصراع. إلى هذا، أعلنت الأمم المتحدة أن مانحين تعهدوا بتقديم نحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة والتي تستضيف لاجئين فارين من القتال. صرح بذلك منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث في ختام مؤتمر دولي في جنيف خصص للأزمة السودانية وتنسيق وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان السودان.
fund life-saving assistance. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة للجامعة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام بأن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أطلع الأمين العام على مستجدات الوضع الجاري في السودان، بما في ذلك الوضع الميداني والتحديات التي تواجهها القوات المسلحة السودانية في استعادة الأمن في العاصمة الخرطوم، فضلا عن الوضع الإنساني الكارثي الذي نتج عن الاقتتال الدائر. هذا وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أهمية دور جامعة الدول العربية في ترسيخ الحلول السياسية للقضية السودانية، وأيضا تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني. وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إنه ناقش مع الأمين العام الأوضاع في السودان. قابلنا معالي الأمين العام وتناقشنا ما هو الوضع في الدولة السودانية، وأن جامعة الدول العربية هي مؤسسة ضخمة وهي مؤسسة مناط بها السلام، والقضية السودانية ليس بمنع عن ما يحدث في العالم العربي، وجامعة الدول العربية ستكون لها دور في المساهمة في معالجة القضية السودانية. وكنت سعيد بأنه تم تنوير ونورته على الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية والمآسي الإنسانية التي نتجت نتيجة لهذا الحرب، فهو كان خير مستمع لخير متحدث، وخرجنا بأنه الدولة جامعة الدول العربية هتكون present حضور في كل المساهمة في كل المبادرات التي من شأنها معالجة القضية السودانية. أدانت مصر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية على رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 مواطنين من بينهم طفل وإصابة 45 آخرين من بينهم 9 بجروح، وخلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين. كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق. أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات. تلعب مصر ولا تزال دورا فعالا تجاه الأزمات التي تمر بها الدول العربية بما لها من قوة ومكانة والالتزامها التاريخية تجاه الدول العربية. وتجسد الدعم المباشر المصري لأزمات بعض الدول العربية في حرصها على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية.
انطلاقاً من مرتكز أساسي وهو الحفاظ على الأمن القومي العربي، تلعب مصر ولا تزال دوراً فعالاً تجاه الأزمات التي تمر بها الدول العربية بما لها من قوة ومكانة والتزامها التاريخي تجاه الدول العربية. الدعم المباشر المصري لأزمات بعض الدول العربية تجسد في استضافتها العديد من الاجتماعات الخاصة بالأطراف ذات الصلة، فضلاً عن حرصها على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية. وباعتبار القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وانخراط مصر تاريخياً في دعم الشعب الفلسطيني وحفظ حقوقه، أكدت مصر مراراً خلال كلماتها أمام المحافل الدولية على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما كان لمصر دور بارز في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء التصعيد بين الجانبين في قطاع غزة، تكلل آخرها بتوصل الفصائل الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد توتر دام أيام. فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا، استضافت مصر اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيرتها من النيجر والسودان برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي. واستطاعت اللجان خلال مناقشتها إقرار اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب. بالنسبة للوضع في السودان، أكدت مصر احترامها لإرادة الشعب السوداني وشددت على أن جهودها من أجل إنهاء الأزمة الحالية في السودان الشقيق تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة وتستند إلى عدد من المحددات والثوابت، أبرزها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، كما عملت على استقبال آلاف المواطنين السودانيين العالق. وفي سوريا كانت جهود مصر حاضرة من خلال مشاركتها في الاجتماعات التشاورية لبحث الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة التي تكللت بعودتها إلى جامعة الدول العربية. موقف مصر من الأزمة في اليمن أيضاً كان واضحاً، وهو مساندة جهود التوصل لحل سياسي شامل يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه. وتواصل مصر وقوفها إلى جانب الأشقاء والعمل من أجل السلام لتسوية الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي طموحات الشعوب وتحترم قواعد الشرعية الدولية. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. روسيا تعلن تدمير مستودعات لتخزين معدات عسكرية في أوكرانيا، وكييف تؤكد استعادة بلدة في منطقة زابوريجيا ضمن هجومها المضاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قواتها في تدمير مستودعات لتخزين معدات عسكرية أجنبية في أوكرانيا. وأضافت الدفاع الروسية أن الهجوم حقق جميع الأهداف المرجوة. في المقابل، شدد نائب وزير الدفاع الأوكراني على أن كييف تحاول قدر الإمكان انتهاز الفرصة السانحة في ساحة المعركة، لكن حشد القوات من أجل شن الهجوم المضاد يتطلب أسلحة يصل مداها إلى 200 كيلومتر. إلى هذا، تمكنت السلطات الروسية من إحباط سلسلة من المخططات التي وصفتها بالتخريبية من جانب أوكرانيا. وأوضح جهاز الأمن الاتحادي الروسي أوضح أن الهجمات كانت تستهدف مسؤولين مدعومين من موسكو في الأراضي التي تسيطر عليها داخل أوكرانيا، مشيرة إلى أنها كانت تستهدف مسؤولي إنفاذ القانون الروس ومسؤولين حكوميين عينتهم روسيا في منطقة زابوريجيا. وقال جهاز الأمن الاتحادي إنه فتح قضايا جنائية ضد امرأة اعتبرها متواطئة في قضايا تتعلق بحيازة متفجرات بشكل غير قانوني. في تلك الأثناء، تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة قرية بياتي خاتكي في منطقة زابوريجيا جنوب البلاد. وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الأوكرانية تمكنت من تحرير 8 بلدات هذا الشهر منذ بدء الهجوم المضاد،
مشيرة إلى استعادة الجيش الأوكراني 113 كيلومترا مربعا. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير، قالت إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أجرى محادثات بناءة مع رئيس الصين شي جين بينغ ومسؤولين آخرين خلال زيارته لبكين. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بلينكين شدد على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع بكين خلال زيارته التي استمرت يومين، وأكد على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام السبل الدبلوماسية لطرح مخاوفها وكذلك لتحقيق التعاون مع الصين. دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي إلى عقد محادثات تهدف إلى حل الأزمة بين البلدين دون شروط مسبقة. وقال المتحدث باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إنه لم يتم بعد تحديد موعد للاجتماع لأن الطرفين لم يؤكدا حضورهما، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يتوقع منهما تبني موقف منطقي والقدوم إلى بروكسل والقيام بالجهود لخفض التصعيد. أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل عن ترحيبه بالحوار الوطني الجاري في مصر، مؤكدا أهميته وتطلع الاتحاد الأوروبي إلى نتائجه. هذا ومن المقرر أن يستأنف الحوار الوطني غدا الثلاثاء لجلسات الأسبوع الرابع حول المحور الاقتصادي. أهلا بكم من جديد. ما زلنا في ملف الحوار الوطني، حيث أكد مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني جمال شيحة أن الدستور ينص على أنه لا يدار الباحث بأفكاره أو آرائه، وذلك في إطار البحوث السياسية والاجتماعية. جاء ذلك على هامش انعقاد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني. فيما يخص البحوث الاجتماعية والسياسية هنا بنتوقف شوية، لأن البعض أثار أن بعض الأبحاث بترفض لأن الموضوع بتاعها يعني مش مقبول أنه يبحث، والبعض أثار أنه ممكن أن يضار الباحث بفكره. لا، إحنا بنؤكد أن الدستور بينص أن لا يضار الباحث بأفكاره وآرائه، وبالتالي ده مش مفروض أنه يحصل. وإذا كان هناك تضييق على بعض الموضوعات البحثية، فأنا يعني قلت لهم يا جماعة طب نشوف هم كام حالة من قد إيه، يعني علشان لا نتكلم عنها وكأنها ظاهرة، دي في حد ذاتها محتاجة بحث. لكن بالتأكيد بنؤكد على المسؤولية الوطنية للباحث ذاته، إن هو يعلم كم أن مصر مستهدفة، وكم أن السوشيال ميديا بتشكك الناس حتى في أفكارها، في قناعاتها، في معتقداتها، في حتى تكوينها الأسري وعلاقاتها الاجتماعية. فيجب أن تكون لدينا الحرية في إجراء البحث، لكن لها الحرية المسؤولة اللي بتقدر قيمة المواطنة والمواطنة في مصر، وتحاول أنها تدعم هذه القيم اللي احنا اتربينا عليها. من جانبه أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هناك توافقا بين المشاركين فيما يخص محور حرية المعلومات بالمحور السياسي بالحوار الوطني. وأكد رضوان أن الرئيس السيسي وجه خلال مؤتمر الشباب الأسبوع الماضي بضرورة استحداث قانون خاص بحرية تداول المعلومات. من الواضح أن هناك توافق ما بين البنود المختلفة التي أتت في طيات البنود التي يتم مناقشتها في ضمن فعاليات محور حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني، ويمكن دي كانت البداية اللي هو مناقشة أو استحداث قانون حرية تداول المعلومات، واستتبع هذا أيضا العناصر المكملة للبحث العلمي. يمكن من ضمن التحديات اللي كان بيواجهها الباحثين أو العاملين في مجال البحث العلمي
سهولة ويسر الحصول على المعلومة بالشكل الأكاديمي اللائق، تماما كما كان هناك توصيات في شأن وضع أطر ونظم وأسس ومعايير للحصول على المعلومة. يمكن ده كانت اللبنات الأولى، ويمكن جاء أيضا تتويجا لهذه التوصية الخاصة بالبند الثاني في محور حقوق الإنسان والحريات العامة، موافقة أو توجيه السيد الرئيس خلال مؤتمر الشباب الأسبوع الماضي بضرورة استحداث قانون خاص بحرية تداول المعلومات. تعقد النيابة العامة بصفتها رئيس جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة منتدى إقليميا عن دور الأدلة الرقمية في مكافحة وتحقيق الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 21 من يونيو الجاري بالغردقة. ويشارك في المنتدى 10 دول إفريقية و8 دول عربية إضافة لألمانيا وموريشيوس، بينما تشارك الولايات المتحدة بمحاضريها في فعاليات هذا المنتدى الذي يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات والتحديات بين النيابات العامة وهيئات الادعاء العام أعضاء الجمعيتين حول التعامل مع الأدلة الرقمية والاطلاع على أفضل الممارسات من الخبراء في هذا المجال، تعزيزا المهارات الفنية لأعضاء النيابة في الدول المشاركة. أحال مجلس الشيوخ الدراسة المقدمة بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر وتقرير اللجنة المشتركة ومناقشات الأعضاء وتعقيب الحكومة إلى رئيس الجمهورية. وأجمع النواب خلال المناقشات على أهمية التوصيات التي انتهت إليها الدراسة، وفي مقدمتها إعداد قانون موحد للتعاونيات في مصر. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق استكمل خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول تفعيل دور التعاونيات في مصر. الجلسة شهدت الموافقة على دراسة محل النقاش الذي استمر على مدار يومين وتم رفعها إلى رئيس الجمهورية. هدفنا أن احنا كيف نفعل هذا التقرير ينعكس إيجابا على صالح المواطنين، وخاصة نحن في ظروف أحوج إلى دور قطاع التعاونيات. بأكد على ما ذكر على لسان بعض الزملاء أو أعضاء المجلس أن ضرورة إعادة النظر في إصدار تشريع تعاوني موحد وتوفير المصادر التمويلية، لأن يمكن التمويل من أهم النقاط اللي احنا محتاجين ننظر ليها، وطبعا إعادة بناء المنظمات التعاونية من القاعدة على أساس ديمقراطي سليم. الحكومة أكدت أنها بصدد إطلاق استراتيجية بشأن التعاونيات، مؤكدة أنه سيتم الاستفادة من الدراسة المقدمة من المجلس في هذه الاستراتيجية. وخلال الجلسة أشاد رئيس مجلس الشيوخ بدور المجلس في إنجاز كافة مشروعات القوانين التي عرضت عليه، وذلك خلال دوري الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول. قد كان نواب المجلس على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية على قدر المسؤولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها ومستجدات الواقع ومتطلباته، والتي تحتم علينا العمل سويا لدعم استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة والحفاظ على ثوابت الدولة التي أرسى داعمها وصاغ ملامحها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجلسة شهدت أيضا الموافقة على إحالة التقارير الصادرة عن اللجان النوعية إلى الحكومة مباشرة لاتخاذ ما ورد بها من توصيات، وفيما يتعلق بالموضوعات التي تمت إحالتها للجان النوعية لإعداد تقارير حولها، وافق مجلس الشيوخ على تفويض هيئة مكتب المجلس في إحالتها للحكومة بعد الانتهاء منها مباشرة. وفي ختام الجلسة أعلن رئيس مجلس الشيوخ فض دوري الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، وذلك بعد موافقة أعضاء المجلس.
أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ في لقاء خاص للتلفزيون المصري على أهمية قطاع التعاونيات ودوره في تعزيز قدرات المجتمع المدني. الدراسة الحقيقة دراسة قيمة جدا لأنها بتشخص وضع التعاونيات في مصر، وبتعرض أيضا تاريخ التعاونيات في الدولة المصرية وبعض التوصيات المتعلقة بتدعيم هذا القطاع في الدولة المصرية وإعادة دوره مرة أخرى وإحياء دوره مرة أخرى في المجتمع المصري. الحقيقة التعاونيات لها يعني أهمية ودور كبير، وبتعزز من يعني قدرات المجتمع المدني، بتعزز من بتأثر كمان في الاقتصاد، بتساهم فيه بشكل كبير. التعاونيات بشكل عام دايما بتستهدف الطبقة المتوسطة من جموع الشعب المصري، ويمكن أي أزمة اقتصادية بيمر بيها العالم كله دايما أكتر ناس فئة بتتأثر بالأزمة دي دايما هي الفئة المتوسطة أو الطبقة المتوسطة. التعاونيات في مصر نشأت منذ زمن كبير وكان لها دور كبير جدا سواء في الزراعة، في الإسكان، في الاستهلاك. ملف التعاونيات ده ملف مهم لأن التعاونيات دي يقوم عليها عدد من الاقتصاديات في جميع دول العالم، ومصر من أوائل الدول المهتمة بالتعاونيات. النهاردة أنا اتكلمت على موضوع التعاونيات في مجال التعليم. احنا التعاونيات بيبقى في مجال الزراعي، في مجال الاستهلاكي، في مجال الإنتاجي، في مجال التعليم، في مجال الصحة. النهاردة طلبت ان احنا يكون عندنا عمل مدارس تقوم بها التعاونيات. تواصل البعثة الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث أشارت إلى أنها قدمت الخدمات العلاجية والدوائية لقرابة 4000 حاج حتى الآن. في الوقت الذي تشهد فيه مكة المكرمة إقبال غير عادي من قبل ضيوف الرحمن لأداء الفريضة، تعمل عيادات البعثة الطبية المصرية كافة وعلى مدار الساعة لتقديم الخدمات التشخيصية والدوائية والوقائية لهم بشكل ميسر لتهيئة الأجواء الروحانية لهم خلال أدائهم المناسك. نجي هنا احنا عندنا خدمات الكشف، عندنا في العيادة قياس الضغط، قياس السكر، أكسجين، نيبولايزر، جلسات النيبولايزر، أدوية متوفرة الحمد لله كل في كافة التخصصات. عندنا عيادات تخصصية في أوقات معينة. الحالة اللي احنا بتحتاجها تدخل أكبر أو استشارة أكتر بنحولها بالتنسيق مع غرفة الطوارئ ومع السيد رئيس البعثة دكتور محمد حساني، بنحولها لأقرب مستشفى فيها التخصص اللي موجود وفي الزملاء بيتابعوا. بعد كده لو احنا حولنا حالة أو هتتحجز في المستشفى، المرور على المستشفيات، فريق المرور على المستشفيات بيتابع الحالة دي. لحد ما كل الأدوية متوفرة، احنا عاملين حسابنا من الداتا بيز اللي موجودة والكشف الطبي اللي توقع على الحجاج، توقعنا الأدوية المطلوبة ايه والمرضى اللي موجودين معنا ايه، وبناء عليه تم تحضير لست الأدوية، والأدوية لحد ما كلها متوفرة، بالإضافة اللي احنا وفرنا برضو خدمات رسم قلب في العيادات عندنا لمرضى القلب. كما وفرت البعثة الطبية المصرية غرفة طوارئ مزودة بخطوط ساخنة لتلقي بلاغات الحالات المرضية على مدار الساعة وتحويل الحالات التي في حاجة ملحة للعلاج إلى المستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية. احنا بنشتغل بنطلع بيانات، البيان بتاع الوزارة ان شاء الله بنشتغل عليه مدار اليوم كله، بنتابع الحالات اللي اتحجزت واللي خرجت واللي دخلت حجز داخلي او رعاية او تم اجراء جراحة معاها لإصدار البيان في نهاية اليوم. وفي خطوط ساخنة الوزارة نشرها للمواطنين أثناء التعمر والحج على الموبايلات للتواصل معنا على مدار الساعة. إحنا بنشوفها أقرب مستشفى ليه، أو لو عيادة محتاج يكشف بنوجهه لأقرب عيادة للفندق اللي مقيم فيه أو اللي بجواره للتقييم مع الدكتور اللي موجود في العيادة والكشف وصرف العلاج اللازم. ضيوف الرحمن أثنوا على عمل البعثة الطبية المصرية لما تقدمه من خدمات علاجية ووقائية بمقر إقامتهم. انا بطوف وكده، فكانت رجلي ركبي كانت بتوجعني، فبصراحه جيت وشفت فادوني ادويه، ولما خلصت جيت وادوني ادويه تاني برضو. جيت هنا كشفت وكشفوا عليا كويس قوي وادوني العلاج. عظم رجلي وجعني شويه يعني، فجيت له فاداني مسكن وبسط عضلات وبارك الله فيه. يعني فكره فوق الممتازه اللي انتوا عاملينها واضافه غير عاديه. أتي والله أنا جاية تعبانة جدا جدا، ما شاء الله الدكتور كشف عليا واداني علاج. مع زيادة إقبال ضيوف الرحمن على الأراضي المقدسة تزداد معها درجة الاستعداد القصوى من قبل البعثة الطبية المصرية لتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية، رافعين شعار خدمة الحقيق شرف لنا. محمد حلمي، التلفزيون المصري. والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا محمد وشكرا لينا، ونتحرك مع حضراتكم إلى متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية محليا وعالميا وإقليميا.
أهلا بكم. أكد وزير العدل المستشار عمر مروان حرص الدولة الجاد والمستمر على تحفيز وجذب الاستثمار في إطار خطة طموحة للتنمية الشاملة. جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 82 مليون دولار خلال الفترة من 9 وحتى 15 من يونيو الجاري. وأضافت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر الماضي والآن نحو 5.8 مليون طن بإجمالي 2.8 مليار دولار. شهد وزير البترول طارق الملا توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للبترول وشركة إيجاز، وذلك لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكد الملا عقب التوقيع أن هذا البروتوكول يمثل نموذجا متميزا للتعاون ما بين أجهزة الدولة، ويأتي في إطار برنامج الدولة الطموح لتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط لتتراجع عن المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، حيث تعد الشكوك تجاه اقتصاد الصين على تخفيضات إنتاج أوبك بلس وعلى تقليص عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي. وتراجع سعر خام برنت بنسبة 0.1% ليصل إلى 71 دولارا و88 سنتا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.15% ليصل إلى 71 دولارا و78 سنتا للبرميل. وتراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.98% لتصل إلى 2.48 سنتا للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 53% لتصل إلى 2.65 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وافقت برلين على منح شركة أنتيل الأمريكية العملاقة للرقائق نحو ثلث تكلفة مصنع سيتم بناؤه في ألمانيا بتكلفة 30 مليار يورو بعد محادثات استمرت أشهر. من جانبها أشاد المستشار الألماني أولف شولتز في حفل التوقيع مع رئيس التنفيذي لشركة أنتيل بالاتفاقية باعتبارها أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ ألمانيا من شركة واحدة. ويسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات المستخدمة في كل شيء من الطائرات المقاتلة إلى الهواتف الذكية وتقليل الاعتماد على آسيا بعد أن تعطل الإنتاج في سلسلة من القطاعات الصناعية بسبب النقص الناجم عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى دينا ومحمد. شكرا لك محمد. لإعطاء المسافرين رؤية شاملة للطبيعة، تم إطلاق أول مشروع تجاري لمنطاد أو بالون للهواء الساخن في إقليم كردستان العراقي. ويهدف مشروع المنطاد الذي تستغرق رحلته في الهواء قرابة الساعتين لإظهار المناظر الطبيعية للإقليم في مسعى لجذب سائحين من مختلف دول العالم. ومن منطاد كردستان نتوقف الآن مع باقة من الأخبار الرياضية. عودة مرة أخرى إلى محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا دينا وشكرا محمد. إلى أحوال الساحرة المستديرة وأخبار الرياضة، تتابعونا معي.
قفزت ميار شريف 9 مراكز في التصنيف العالمي لسيدات التنس لتصبح في المركز 31 عالميا. ويرجع الفضل في تقدم ميار شريف لهذا المركز تتويجا بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة على حساب الإسبانية مارينا باسلوس. ويعد هذا المركز الذي وصلت إليه ميار شريف أفضل تصنيف تصل إليه أي لاعبة أو لاعب مصري منذ إسماعيل الشافعي الذي احتل المركز 34 عالميا عام 1975. تغلب المنتخب الأوكراني على نظيره منتخب مالطا بهدف نظيف في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها فاز المنتخب الفنلندي على نظيره منتخب سان مارينو بستة أهداف دون رد، بينما تغلبت أرمينيا على لاتفيا بهدفين مقابل هدف. فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره منتخب إندونيسيا بهدفين نظيفين في مباراة ودية بإندونيسيا. تقدم ليوناردو بارديس بالهدف الأول للأرجنتين، ثم في الشوط الثاني أضاف زميله كريستيان روميرو الهدف الثاني ليحقق منتخب الأرجنتين فوزه الثاني خلال التوقف الدولي الحالي بعد الفوز على أستراليا في المباراة الأولى. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن صفقته الرابعة في فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع كوسيلو مهاجم إسبانيول. وأوضح ريال مدريد أن كوسيلو انضم للفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء، مضيفا أنه سيتم تقديم اللاعب للجماهير ووسائل الإعلام غدا الثلاثاء. نهاية أخبار رياضة من جديد، أعود إلى محمد ودينا. شكرا لك محمد. تبنت الأمم المتحدة أول معاهدة عالمية لحماية أعالي البحار في اتفاق بيئي تاريخي مصمم لحماية الأنظمة البيئية النائية الضرورية من أجل البشرية. وتؤسس المعاهدة التاريخية لإطار عمل قانوني لتوسيع نطاق حماية البيئة ليشمل المياه الدولية، أي ما يعادل أكثر من 60% من محطات العالم. وتأتي المعاهدة بعد محادثات استمرت أكثر من 15 عاما وشملت مفاوضات رسمية على مدى 4 سنوات. اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيرا على نص المعاهدة في شهر مارس، وخضع النص لتدقيق معمق من قبل محامين ومترجمين من الأمم المتحدة لضمان تطابقه في لغات الهيئة الست الرسمية. والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية، يستعرضها لنا من جديد محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا محمد وشكرا دينا. وإلى أخبار الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والرج البحرية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 32-21، الإسكندرية 27-20، مطروح 26-20، وبورسعيد 27-20، الإسماعيلية 32-21، وإلى السويس 33-21، العريش 28-20، طابة 34-25، شرم الشيخ 37-26، والغردقة 37-27، وإلى الأقصر 38-28، أسوان 39-29، الوادي الجديد 39-29، شلاتين 36-27، حلايب 33-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. We'll be right back.
والآن نتابع مع حضراتكم اللقطة الأبرز لهذا اليوم. بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة. بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. قضايا المنطقة على طاولة مباحثات الرئيس السيسي وبوريل، وسط توافق على استمرار تعزيز التعاون خاصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية. من بنغازي، رئيس مجلس النواب يدعو البرلمان الليبي لمواصلة دوره في إطار اتفاق الصخيرات لإجراء الاستحقاقات الانتخابية. أمام مؤتمر المانحين، شكري يحذر من عواقب استمرار الصراع في السودان على المنطقة، وغوتيريش يبدي قلقه من البعد العرقي للعنف في دارفور. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. ازيك يا دينا؟ مساء الخير يا محمد. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ تمام. كله تمام؟ كله تمام. كل سنة وانت طيب. والله هقول لك على حاجة، انتوا عارفين ان النهاردة سعيد بحاجتين باللي يمكن انتوا لسه متفضلين بالحديث عنهم. مسألة اللقاء اللي تم مع المفوض الأعلى للشؤون السياسية والخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، ومسألة وجود رئيس مجلس النواب المصري صحيح. في ليبيا. المشهدين دول بالنسبة لي مهمين جدا، خصوصا في إطار تصريحات الممثل الأعلى للشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي على دور مصر المحوري في الاستقرار والأمن صحيح. والعمل السياسي جوه المنطقة. ومن الناحية الثانية سيادة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وهو هناك للتأكيد على حياة سياسية سليمة مستقرة في ليبيا والعمل بالاستحقاقات طبقا لاتفاق الصخيرات. رسالة بتؤكد الحضور المصري بشكل كبير يا يوسف. كمان معنا خبر كمان كان مهم، وزير الخارجية سامح شكري أمام مؤتمر المناحين والبعد السوداني أو الملف السوداني اللي هو مش بعيد أبدا عن شغل الشاغل للدولة المصرية. يعني كل دي أعتقد يعني عناوين، حتى عناوين نشرتنا، إن مصر هي عمود الخيمة في المنطقة العربية، ويعني كل الجهات سواء كانت العالمية أو الإقليمية أو المنظمات بترجع لمصر في إطار التسوية السياسية في المنطقة العربية. إذن القاهرة عاصمة القرار بما لا يدع أي مجال للشك. على كل ولنا في ذلك أحاديث. أشكركم جدا جدا جدا، واستأذنكم نبدأ فقرتنا.